بعمري ما رفعت ايدي على مرا ابدا وما رح ارفع. لو ما شفتك اليوم شيرلين ما كنت رح افهم ولا شيء. اليوم ربطت الاحداث ببعضها وهلا لصحيت وعرفت انت شو، وصرت اعرف اني ما كنت فهمان وانه هداك الطفل ما كان ابني بالمره. اوعك تنكري بنون ولا تقولي اني ابو لهداك الطفل، لاني بعرف كل شي عملتيه لحد هي اللحظه. ما بدي اعرف غير شي واحد وهلا بدي اسمعه، مين ابو للولد؟ وهي رجاء خليكي بعيده، مين ابو للولد وليش عملتي هيك؟ شو ما كنتي عامله احكي اعطيني سبب. ومين بيكون ابو للولد؟ أنا عن جد خايفة كتير. صحيح ما في مطر بس العواصف قوية. وأنا كمان خايفة مثل ما عم تقولي العواصف قوية. أنت خايفة وهي عندها شعور غريب، ليش عم تقولوا أشياء سلبية؟ صوت عواصف والمطر ما عم تنزل، وشو الغريب بالقصة؟ تعرفي راكي لازم تكوني إيجابية، هيك بتشوفي كل شي حلو. عم يحكوا عن عاصفة برات البيت، وفي عاصفة قوية جوا قلبي وهي أنا. أنا مثل العاصفة يلي ما رح أترككم بحالكم أبداً لحتى تعطوني كل حقوقي وكل شي بدي إياه كمان. كأنه شيرلين وريشارد ما خلص عشاهن لهلأ، ما حدا منهم نزل. لو أنه شيرلين نزلت لكن سألتها أنه ليش هيك ريشارد زعلان، بس ما نزلت لسه. شو أعمل؟ رح روح أنا أتأكد. شو يلي صار وليش لحتى بريتا تكون متوترة كل هالقد؟ شو عم يدور براسها؟ بريتا؟ شو القصة؟ كأنك متوترة شوي؟ كل شي منيح؟ ولا شي؟ ولا شي؟ لا لا، متأكدة في شي؟ ما في شي. كاران لهلأ ما اجا، والجو برا مو منيح، هذا كل شي. ماما ماما أنا خفت كتير، عن جد أنا خفت كتير من الصوت القوي. ريتا أنت صار لك زمان متزوجة وشهر العسل خلص، لا تركزي كتير على زوجك، أنت هلأ أم لازم تهتمي ببنتك، أكيد حاسي بالخوف. بريتا إذا أنت مشغولة أنا جاهزة لحتى أهتمي بيهو، قصدي عندك شغل كتير اليوم. بيهو بنتي، تعي تعي لعندي حبيبتي. لا لا، بريتا هي إمّا. بريتا أنت جبتي بيهو لحياتك، لهيك هي مسؤوليتك، ما بيصير تهمليها، أنت لازم تعتني فيها وبس، فهمتي؟ مرت عمي أنت عم تبهدلي بريتا وكأنه تركت بيهو لحالها بالغرفة، مو معقول هيك. بيهو نايمة لهيك بريتا نزلت. برا في عاصفة كبيرة كتير ويمكن هي فاقت على صوت الرعد. بريتا انت ام لبنت ولازم تستوعبي مسؤوليتك اتجاهها. انا بعمري ما شفت ام مثلك ما بتقدر تهتم ببنت صغيره. بريتا روحي هلا اطلعي لعند بيهو على غرفتها بلا ما يحكوا عليك الناس ويتمسخروا، هيك احسن للكل. شي حلو راكي، بكل مرة أنت بتصفي مع بريتا. ليش؟ كارينا أنا عن جد ما عم بفهم عليكي، ليش بتضلي على طول بتبهدلي بريتا؟ حتى إذا كانت مو غلطانة بتبهدليها. عن جد؟ بريتا ما كانت غلطانة؟ وبسبب هداك الطفل تعودت أني ضل فايق طول الليل لشوف إذا أنت محتاجة أي شيء، وبسبب هداك الطفل عملت مكانة خاصة عندي لمرة مثله، وهداك الطفل كان بصيص الأمل لأمي وأهلي كلياته، وكان أمل إلي أنا. وبكل إخلاص، مين كان أبو؟ أنت تعرفي أني ما عم شوف غير الكذب بعيونك؟ ذرة صدق ماني عم شوف بعيونك. لسوء حظي اني
أنا مو شايف شي من الصدق بعيونها لمرتي أبداً. شو كثيري علي؟ أنت بتستاهلي بريتفيل، بتستاهلي هداك الكذاب الخاين، بتستاهلي واحد مثله شيرلين. إيه؟ مو عيب. وهلأ فيكي تقليلي لو سمحتي مين أبو للطفل؟ مين بيكون؟ أنت ما رح تقليلي، ما بدك تجاوبيني صح؟ ما رح تردي. ريشاب مين لعب لك بعقلك بهالحكي؟ ما في داعي لأي حدا يلعب لي بعقلي يا شيرلين، أنا اللي شفت كل شي بعيوني أنا. ماشي، أنت شيرلين وأنا بريتفي، وهلأ رح قلك شو حكيتي. ماشي، أنا ما بدي تشكرني، بدي إياك بس تحبني، وأنا ما بدي غير حبك. هالجملة بتذكرك بشي؟ أنا ما بدي تشكرني، بدي إياك تحبني، ما بدي غير حبك وبس. شو عقلي لهاللحظة هاي؟ لساته هيك؟ بس بعد هلأ لا. مين أبو للطفل؟ لهلأ ما رديتي علي شيرلين، أنت ما بتخجلي يعني؟ ما بتخجلي؟ شو هاد؟ أنا حكيت مع السيد مهتا محاميكي، قلت له يطلع يلاقيني بدقيقتين بس، حكى كل شيء. شيرلين أنت شو عم تعملي وشو عملتي وشو عم تخططي؟ أنا بعرف هلأ كل شيء، وبعرف كثير منيح قديش عم تحاولي كرمال إنك تطالعي بريتفي من السجن، وبعرف إنك دفعتي للسيد مهتا وقديش دفعتي. لا تحاولي تنكري. دفعتي ما؟ ولا بتصل فيه يجي لهون هلأ واكشف حقيقتك قدام كل العالم وقدام العيلة كلها؟ شو دقله؟ دقله؟ ولا بتحكي الحقيقة؟ شو قولي؟ بتحكي كل شي؟ ما رح تقلي. ماشي، المحامي مهتا بيحكي كل شي، خلص. لا تلمسيني، لا تلمسيني. السيد مهتا رح يخبر الحقيقة. عميرين ريشاب، خلص. بدك اعترف؟